تنظيم هذه الندوة جات من تعطير الجمعية المغربية لعدول الشباب لتنوير الرأي العام وتنوير وسائل الإعلام بالملف المطلبي لتداول العدول، الملف المطلبي الذي انطلق النقاش حوله منذ أن انطلق النقاش حول منظومة إصلاح منظومة العدالة لحد الساعة. يعني هذا الملف المطلبي لا زال لم يروح مكانه من دهاليز الوزارة. مطالب تداول العدول هي مطالب يعني مفصلية، الغرض منها أو الغاية منها هو يعني الرقي بالمهنة وتطويرها وتحديثها. كل ما أو غاية ما نسمو إليه هو أن وزارة العدل أو الوزارة الوصية أن تتعامل مع يعني مهنة التوثيق العدلي بمقاربة حقوقية في بخصوص المطالب ديال المهنيين، كذلك يعني إعطاء الأولوية أو إعطاء يعني أو تنفيذ تعليمات سامية لجلالة الملك الذي أعطى تعليماته بخصوص إدماج المرأة في مهنة التوثيق العدلي، بحيث أنه كان أصدر تعليمات مباشرة لوزير العدل. لحد الساعة ولوج المرأة لهذه المهنة ما زال يحوم حوله مجموعة من الضبابية، لا قانون يعني تم إخراجه ولا يعني تم يعني تنظيم أو الوضع أو نقول إحنا المناخ العام للمهنة يعني مهيئ لولوج المرأة، فقط أنه تم يعني إعلان عن المباراة ثم يعني تم تكوين العنصر النسوي يعني من أجل الولوج. الآن يعني كل أو جميع المتمرنين هم الآن يعني اجتازوا الامتحان المهني وعلى أبواب التعيينات، ولحد الساعة تحوم مجموعة من الضبابية حول مصير المرأة عند ولوج المهنة. بالإضافة إلى عدة مطالب، هناك مطلب ديال فك الارتباط بقضاء التوثيق، فك الارتباط بمهنة النسخة، مطالب مفصلية تتلازم مع المطالب اللي تطلبها باقي المهنيين كالمساواة كالأتعاب كالإيداع كالاستفادة من السكن الاقتصادي الاجتماعي، بالإضافة إلى عدة مشاكل، كذلك تسهيل المأمورية ديال السادة العدول في ولوج خدمة رقمنة، كذلك تسهيل ولوج خدمة العدول في جميع المرافق بما فيها الشركات المقاولات. إذا الحمد لله احنا هذه الندوة الصحفية جاءت في ضمن عدة أنشطة قامت بها الجمعية المغربية للعدول الشباب التي تعد رافدا من رافد الهيئة الوطنية للأم والهيئة الوطنية للأم للعدول، نظرا لهذه المشاكل التي يعاني منها السادة العدول على صعيد المملكة، دعت لواحد الإضراب يوم 8/10 و9/10 20 ووقفة احتجاجية أمام الوزارة الوصية في هذا الشهر هذا الجاري إن شاء الله، ونطلبوا من الله تعالى أنه يحاولوا المسؤولين أنهم يتفهموا الأمر ديالنا ويحاولوا أنهم يفعلوا لنا المقطع. حنا ما تنطالبوش بشي حاجة كبيرة، تنطالبوا إلا بتفعيل المقتضيات الدستورية ديال دستور 2011 وتنزيلها إلى الواقع العملي.